يحتفل العالم العربي باليوم العربي للثقافة من أجل التأكيد على أهمية الثقافة ودورها المحوري، حيث تعد الثقافة سلوكا اجتماعيا ومعيارا تقاس به المجتمعات البشرية، كونها حصيلة النشاط الاجتماعي وأساليب الحياة والسلوك وأنماط القيم الساندة فيه. ويرجع الاحتفال باليوم العربي للثقافة إلى إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو عن هذا اليوم للتكاتف من أجل النهوض بالمجتمع المجتمعات العربية وثقافتها. وفي الوقت الذي يعد المثقفون في مختلف بلدان العالم العربي يوم 25 من تموز من كل عام يوما عربيا للثقافة، تشهد الثقافة العراقية ولا سيما في العقدين الأخيرين تراجعا ملحوظا على المستويات كافة، نتيجة لتسلط النظام السياسي بطائفيته التي ألقت ظلالا معتمة على الواقع الثقافي العراقي. فقد شهد ملف الثقافة انحدارا كبيرا بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني في عام 2003، حيث فرض الواقع الاقتصادي المتردي صرف الاهتمام نحو المعيشة دون تنمية الثقافة، فضلا عن سطوة الأحزاب وميليشياتها التي ضربت الوسط الثقافي من خلال استهداف وتفتيت الهوية الثقافية وتعزيز ثقافة الولاءات المتعددة وغياب حرية الرأي وسط انتشار ثقافات أجنبية داخل المجتمع العراقي مع ضعف تشجيع مبادرات الإبداع والابتكار، فيما هيمن سياسيون متنفذون على المهرجانات بدوافع طائفية، واضطر آلاف المثقفين إلى الهجرة خارج البلاد في مشهد استهدفت فيه الثقافة في العراق وسط إهمال حكومي وتهميش للمثقفين، مما يهدد بشكل مباشر هوية العراق الثقافية في ظل الحكومات المتعاقبة التي تتبنى ثقافات أجنبية.